حتى وإن كنت قد نمت ليلا لساعة طويلة وحصلت على ليلة هادئة هانئة، لابد لك أن تشعر بالخمول والنعاس في فترة ما بعد الظاهرة. فما هو السبب في هذا النعاس المفاجئ؟ يمكن لساعات جسمك البيولوجية أو الإيقاع اليومي أن يفسر سبب شعورك بالخمول الشديد والنعاس بعد الغداء. يتم التحكم في إيقاع ساعات الجسم البيولوجية من خلال منطقة صغيرة في قاعدة الدماغ تسمى النواة فوق التصلبية السان، مما يجعلنا نشعر بالنعاس في المساء عبر إرسال إشارات إلى الجسم لإطلاق هرمون ميلاتونين المسبب للنوم، والذي يخفض أيضا من درجات حرارة أجسامنا. مع ذلك فإننا نختبر أيضا نسخة مصغرة من هذه العملية بين الساعة الثانية مساء والرابعة مساء. سبب ذلك غير واضح بالتحديد، لكن تشير الأبحاث إلى أن بعض جوانب إيقاع الساعة البيولوجية لدينا لها دورة مدتها 12 ساعة، بالإضافة إلى الدورة الأساسية على مدار 24 ساعة. يمكن أيضا أن يزيد الشعور بالإرهاق بسبب عوامل أخرى، مثل تناول وجبة غداء غنية بالكربوهيدرات، أو عدم الحصول على قسط كاف من النوم في الليلة السابقة، أو الإصابة بالجفاف. إذ كنت تعاني بسبب خمول ما بعد الظهيرة، فإن قيلولة ما بعد الغداء ليست فكرة سيئة. أظهرت الدراسات أن الغفو لمدة 20 إلى 30 دقيقة يمكن أن تعزز اليقظة والانتباه والمزاج، كما أن هناك شركات استثمرت في كبسولات النوم في مكان العمل لموظفيها. القيلولة ليست خيارا مجديا للجميع، لذا فإن الخيار الآخر هو الذهاب في نزهة وقت الغداء. للضوء تأثير كبير على إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، مما يساعد على معايرة الأسان. لذا فإن جرعة جيدة من أشعة الشمس يمكن أن تكون بنفس الفعالية في إعدادك لفترة ما بعد الظهيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد.